ينضم معنا من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. كل عام وأنتم بخير دكتور قحطان الخفاجي. حياك الله أخي العزيز، كل عام وأنتم بخير، العراق بخير إن شاء الله بإذن الله. أهلا بكم أستاذ قحطان. معهد ميدل إيست قال إن الحكومات الأمريكية تتحمل مسؤولية الفوضى في العراق. من المسؤول دكتور يعني الحقيقي عن استمرار الفوضى في البلاد من وجهة نظرك؟ حياك الله مرة ثانية أخي العزيز. حياك الله أستاذ. طبعا أكثر من جهة مسؤولة عن العراق، بدءا بالاحتلال الأمريكي هو الذي سبب الأساس لكل المآسي التي حصلت في العراق، مرورا طبعا بالأطراف الإقليمية المؤثرة والمتدخلة بالشأن العراقي في مقدمتها إيران، وصولا إلى خيال المآسة وبيادق العمل السياسي في داخل العراق الذين ارتبطوا وجودهم بالاحتلال وبإيران وبسواه، وبالتالي هذا الثلاثي هو الوجه الأساس. ولكن يمكن أن نضيف لها شيء آخر الآن، هو الشعب العراقي الذي للأسف الشديد لم يكن بالمستوى المطلوب مجابهة هذه الجهات الثلاث. المعهد يعني شدد على ضرورة دعم المتظاهرين، كيف تنظر مستقبل التظاهرات لا سيما وأن الوعود الحكومية ليس لها مكان على الأرض؟ بالتأكيد التظاهرات العراقية لها خصوصية، بدءا هي أحد الأسباب الأساسية حالات المعاناة التي تشعرها المواطن، ولكن الشيء الأدق والأصح والأكثر هي حالة الاقتناع العام الشعبي بعدم نجاعة العملية السياسية والمآسة التي آلت إليها. ولكن أيضا لا يمكن أن نستبعد أطراف العملية السياسية والأحزاب السياسية المتفددة والميليشيات من أن تستثمر التظاهرات بشكل أو بآخر، وبالتالي التظاهرات إن بدأت بحراك شعبي وبمطالب شعبية حقيقية، ولكن لا تكون هذه المسائل بعيدة عنها. ولكن أنا نقول وكثرة نحن كمتابعين أنها لمجرد أن أزاحت حالة الخوف والرعب من الوقوف أمام رموز معينة وديات معينة، فإن الحراك الشعبي قد أعطى أكل جميل جدا، أو أنه متقدم بالقياس إلى ما كنا نتوقعه. في إطار الصراع دكتور قحطان، هذا الصراع السياسي حول تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، كيف تقرأ مساعي سليماني وماك جورك لتشكيلها؟ هم الأطراف الأساسيين الفاعلين في العراق، سليماني والمبعوث الأمريكي أو طهران وواشنطن، وبالتالي هم يحاولون أن يرتبوا العلاقات والتنافسات الإيرانية الأمريكية حصلا في المنطقة والإقليم وليس في العراق، لأن الصراع في العراق هو جزء من صراع روسي أمريكي يدفع أمريكا باتجاه تقليص فاعلية روسيا عن طريق التأثير على الأطراف المساعدة والمؤيدة إلى روسيا وإيران. وبالتالي ما يتوصل إليه المبعوث الأمريكي مع سليماني هو الذي سيملى على القوى السياسية، وكل الحراك الذي نراه هو مجرد ضحك على الدقون ليس إلا. إلى أي مدى دكتور قحطان ترى أنه يعني قريب من الواقع الحديث عن انشقاقات بكتلة العبادي؟ كيف سينتهي هذا الصراع من وجهة نظرك؟ الانشقاقات موجودة بالتأكيد، وهي أحد الأهم الأسباب التي أوصلت هذه الحالة. لعلنا نتذكر جيدا أن عبادي هو أساسا قد انشق من ما يسمى بحزب الدعوة، والدعوة عندما بدأ في الاحتلال الأيام الأولى كان حزبا واحدا على ما يدعي، الآن أربع ديات حزبية تتناعر بما بينها، وبالتالي وفصائل الشيعية تعدلت وتنوعت، وبالتالي الانقسامات والانشطارات والكذا أمرا طبيعيا جدا للمنطلقات هذه القوى، منطلقات شخصية وليس عقائدية. شكرا جزيلا لك دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية.